بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة دروسنا التعليمية التي تقدمها لكم قناة علاء الدين التعليمي. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعضنا برنامج جديد من برامج اللي بتستخدم في إنشاء ومعالجة الصور، وعندي طبعا في برامج كتيرة زي برنامج الفوتوشوب وبرنامج الجيمب. بالنسبة الفوتوشوب من البرامج اللي هي مغلقة المصدر، يعني ما ينفعش ان انا اعدل او اطور فيها طبعا الا من خلال مبرمج الشركة، هو اللي يقدر يعدل او يطور في الكود الخاص بالبرنامج. اما برنامج الجيمب من البرامج اللي انا بستخدمها في انشاء ومعالجة الصور، وهو من البرامج اللي هي مفتوحة المصدر، يعني ممكن لاي حد ان هو يقدر يعدل او يطور في الكود المكتوب به. كمان اقدر استخدمه على نظم التشغيل المختلفة سواء ويندوز او الفودورا او اوبنتو او اي نظام تشغيل اخر. برنامج الجيمب برنامج من برامج المميزة جدا، اقدر استخدمه في التعديل على الصور واضافة التأثيرات. تعالوا الاول نفتح البرنامج. طبعا بعد ما بسطت بالبرنامج اقدر اروح ان انا احمله او افتح البرنامج، بلاقي ايقونة البرنامج بالشكل ده قدامي، جيمب 2 او على حسب الاصدار، بضغط عليها كليك شمال يفتح، يبدا يحمل معايا البرنامج بالشكل اللي قدامي ده زي ما احنا شايفين. ده اللي هي صوره تحميل البرنامج. في اول مره، اول ما بيفتح البرنامج لاول مره، بلاقي ان البرنامج بيبقى ليه نوعين من الواجهات او نوعين من النوافذ. النوع الاول بيبقى اللي هي نافذه ذات تواضع متعدد، وده اللي هو ظهر قدامنا بالشكل اللي قدامنا ده. يعني مثلا بلاقي البرنامج ادي نافذه 2 3 بيبقى لها وضع متعدد او واجهه متعدده. الوضع الثاني او النافذه ذات وضع واحد، يبقى البرنامج في بدايه ما بيشتغل او بيفتح معايا الاول مره، بلاقي ان البرنامج ان هو بيبقى ليه ذات نوافذ متعدده او وضع متعدد. النوع الثاني اللي هو ذات وضع واحد، وده اللي انا عايز اغيره دلوقتي. يبقى اول حاجه تعالى نعرف ازاي نخلي البرنامج بيبقى ليه واجهه واحده او نافذه ذات وضع واحد، من خلال ان انا افتح قائمه ويندوز بالشكل اللي قدامي ده، واروح للامر اللي هي سنجل ويندو مود، او اللي هو الامر اللي انا واقف عليه ده بالمؤشر الماوس، بضغط عليه بيبدا يخلي لي البرنامج بالشكل اللي قدامنا ده. طبعا لو جيت فتحت بعد كده البرنامج، هيظل البرنامج كما هو على اخر وضع كان عليه. سواء لو كنت مخليه على نافذه ذات وضع واحد، هيفضل شغال على طول على نفس الوضع ده. لو انا كنت سايبه على نافذه ذات وضع متعدد، برضه كل ما اجي افتحه بعد كده هيفتح البرنامج على ذات وضع متعدد. علشان كده لازم نعرف ان البرنامج لما اجي افتحه بيظل على النافذه الوضع اللي انا كنت سايبه عليه في المره اللي قبلها. فلو انا عايز ارجع لنافذه متعدده تاني، اضغط على سنجل ويندوز مود، هيظهر لي بالشكل ده مره تانيه. مره تانيه نعيد نفس الخطوات عشان اخليها وضع واحد. افتح قائمه ويندوز واختار سنجل ويندو مود، هيخليها لي نافذه ذات وضع واحد. وده طبعا بيخليني ان انا استخدم البرنامج بشكل طبعا سهل جدا وشكل منظم. تعالى الاول، طبعا اول حاجه نتعرف النهارده مع بعضنا على مكونات واجهه البرنامج، المكونات الرئيسيه للبرنامج. طبعا المكونات المعروفه في اي برنامج، شريط العنوان، شريط القوائم زي ما احنا شايفين قدامنا كده، قائمه فايل واديت وسيلكت وفيو وبعض القوائم الثانيه. بعد كده بنروح المكونات، اهم المكونات عندي الجزئيه اللي قدامي دي كده بسميها التول بوكس، اللي هو مربع الادوات او صندوق الادوات. مربع الادوات بيحتوي على مجموعه من الادوات اللي انا هستخدمها ان شاء الله في التعديل او اضافه التاثيرات على الصور. طبعا ادوات زي ادوات التحديد، زي ادوات التحريك اللي ان انا احرك الصور مثلا، او احرك بعض الصور اللي انا ضايفها عندي. برامج زي برامج الالوان، برامج زي برامج الرسم، لو انا عايز ارسم داخل الجزئيه او المساحه بتاع الرسم الخاصه بالرسمه، لو انا عايز مثلا الون اي جزئيات عندي او الون جزئيات اللي انا محددها، طبعا عندي هنا ادوات للالوان. يبقى اذا مربع التحديد او صندوق التحرير التحديد صندوق الادوات اسف، او مربع الادوات، بيحتوي على ادوات زي ادوات التحديد، ادوات الرسم، ادوات الالوان. ده كله ده اللي بيحتوي عليه مربع او صندوق الادوات التول بوكس. بعد كده المكون الثاني عندي اللي هو تول اوبشن، اللي هو خيارات الادوات.
والتول التول اوبشن اللي هو خريطة الادوات ده طبعا بيظهر زي ما احنا شايفين كده اسفل مربع الادوات، يبقى مكان التول اوبشن بيبقى اسفل مربع الادوات وليس اعلى مربع الادوات. التول اوبشن بيظهر لي الخيارات الخاصه بالاداه المحدده، يعني لو انا مثلا واقف على ريكتانجل سيلكت اللي هي اداه التحديد دي اللي هو المستطيل، اداه تحديد المستطيل هيظهر لي هنا الخصائص الخاصه بيها. لو انا واقف على الاداه الثانيه اللي هو الشكل البيضاوي ده هيظهر لي الخصائص الخاصه بالادوات او الخيارات الخاصه بالاداه اللي انا محددها. يبقى زي ما قلنا كده خيارات التحديد اللي هو خيارات الادوات اللي هو التول اوبشن، صندوق خيارات الادوات بيظهر لي الخيارات او الخصائص الخاصه بالاداه اللي انا محددها، اي اداه احددها هنا بيظهر لي الخصائص الخاصه بيها. يعني لو وقفت على اداه كده بلاقي الخصائص بالشكل ده، لو وقفت على الاداه اللي هو المستطيل بلاقي الخصائص اللي عندي بالشكل ده. ده حسب طبعا، لو ممكن نكبر بالشكل ده كده اهو هيظهر لي طبعا كل ما اضغط على اداه كل ما بتتغير اللي الخيارات بتاعتها الخاصه في طبعا ده اللي هو اداه الالوان زي ما قلنا. بعد كده يبقى خدنا الاداء اللي هو المكون الاول اللي هو التول بوكس صندوق الادوات او مربع الادوات. بعد كده اسفل مربع الادوات بيجيني اللي هو التول اوبشن زي ما قدامي كده، التول اوبشن اللي هو خيارات الادوات ودي خاصه طبعا بتعرض الخيارات الخاصه او الخصائص الخاصه بكل اداه اللي بحددها. بعد كده عندي المكون الثالث من مكونات واجهه البرنامج اللي هو صندوق اللي هو الليرز الطبقات، او عندي شانلز القنوات، وعندي الباص اللي هو المسار، عندي صندوق برضو اللي عندي الهيستوري. كل جزئيه من دي كده لو وقفت عليها بيظهر لي الاشياء اللي هي موجوده بيها. طبعا دلوقتي انا لسه ما ضفتش اي حاجه صور او اي جزئيات تانية علشان يظهرها لي. طبعا عندي هنا اللي هي الجزئيه دي خاصه بالليرز، دي اللي هي الخاصه بالشانلز اللي هي القنوات. بعد كده عندي تحت الاسفل اللي هو صندوق الشانلز والباص اللي هو المسار او الليرز اللي هي الطبقات، بيظهر لي اللي هو القايمه او الصندوق اللي تحت ده في البراشز اللي هي الفرش، وعندي طبعا الجرادنت وعندي الباترن بلاقيها ظاهره بالاسفل زي ما موجوده قدامي كده، سواء صندوق اللي هي الفرش ده بيبقى موجود عندي بالشكل اللي قدامي ده. كمان ممكن لو انا عايز لو في اي جزئيات مثلا ممكن عايز اخفيها عندي، مثلا لو انا وقفت على السهم اللي ظهر قدامي ده كده، لو عندي مثلا لو ضغطت كليك يمين زي ما قلنا ان احنا طبعا بنضغط كليك يمين لو ضغطت على الليرز فبيظهر لي طبعا مكونات الليرز، لو ضغطت مثلا كليك يمين واخترت شانلز بيظهر لي اللي هي في القنوات اللي هي خاصه بالقنوات. طيب لو انا عايز مثلا اغلق بعض الجزئيات اللي هنا، في عندي سهم زي ما احنا شايفين قدامنا كده اللي هو كونفيجر زيس تاب، زي ما لما افكد عليه بضغط عليه بيظهر لي هنا بعض الايقونات. طبعا عندي شانلز منيو اللي هو قائمه القنوات، عندي هنا اد تاب لو انا عايز في حاجات مختفيه او انا طبعا قافلها وعايز اظهرها بقف على اد تاب اللي هو اضافه تبويب واختار التبويب اللي انا مثلا لو انا دلوقتي عندي كلوز تاب، لو انا اغلقت مثلا اضغط كلوز تاب فدلوقتي اغلق اللي هو الشانلز. طيب لو انا مثلا حددت دي كده وضغطت له على اللي هي كونفيجر زيس تاب هضغط على كلوز تاب برضو اغلقها. طيب لو انا عايز اضيفها بضغط على اللي هو كونفيجر زيس تاب مره تانية هنا كده العلامه دي واضغط عليها واقول له اد اضافه واشوف انا اغلقت مثلا شانلز، اضغط على شانلز ضافها لي مره تانية، اضغط على كونفيجر زيس تاب واختار اد اللي هو اضافه، وانا دلوقتي الغيت اللي هو اندو هيستوري اللي هو بالنسبه الجزئيه اللي عندي دي طبعا ضافها لي. يبقى انا مره تانية لو عايز اغلق بعض التبويبات سواء في الشانلز او الليرز بضغط على العلامه اللي هي كونفيجر زيس تاب العلامه اللي هي اعلى النافذه دي، اضغط عليها كليك شمال واختار كلوز اغلقها. طبعا لازم اكون محدد اللي هي الحاجه اللي انا عايز مثلا الليرز او الشانلز على حسب التبويب اللي انا عايز اقفله احدده واضغط على كلوز تاب. لو انا عايز اضيف اغلقت حاجة وعايز ارجعها مرة تانية اظهرها باختار اد تاب واحدد الحاجة اللي انا عايز اظهرها من الجزئية دي كده واقول له مثلا عايز البنتر مثلا فيظهر لي هنا كده بالشكل ده زي ما انا عايز اظهر. نفس الكلام برضو بينطبق على هنا بالنسبة للجزئية اللي هي البراشز وعندي الجرادنت وعندي الباترن.
بضغط على العلامه دي اللي هو كونفيجر ذيس تاب، برضو نفس النظام. ولو عايز اضيف بختار اد تاب، لو عايز اغلق بختار كلوز تاب. ده بالنسبه للاضافه. برضو عندي ممكن مثلا برضو كليك يمين. لو اعطينا مثلا مثال، لو انا جيت عايز مثلا اضيف بعض الصور هنا، طبعا هنا المساحة الجزئية اللي قدامي دي اللي هي مساحة الصور، وده المكون الخامس. يبقى زي ما اتكلمنا، عندي مكونات واجهة البرنامج، تول بوكس، صندوق الادوات او مربع الادوات، بيظهر اسفل منه اللي هو تول اوبشن اللي هو خيارات الادوات. طبعا الخيارات هنا بتظهر على اساس الاداة اللي انا محددها، اول ما حدد اداة بتظهر اللي هي الخيارات الخاصة بها. المكون الثالث اللي هو قلنا صندوق الليرز والشانلز والباسز، الباسز اللي هو المسارات والهستري، وطبعا على حسب اللي هي التبوبات اللي انا ضايفها. بعد كده الصندوق الثاني اللي هو البراشز، وعندي الجرادنت، وعندي الباترن. المكون الخامس اللي هو الويندوز، هنا النافذه، نافذه الصور، ايمج ويندوز اللي هي نافذه الصور، ودي بتظهر طبعا على حسب كل ما اضيف صوره كل ما بتظهر لي في نافذه جديده. وطبعا ببدا ان انا اتحرك او اتنقل من النوافذ على حسب ما يظهر. لو انا ضفت مثلا اقول له فايلز واختار مثلا اوبن، اضغط على اوبن، اختار مثلا الصور اللي هي موجوده مثلا عندي، اختار مثلا الصوره دي كده واقول له اوبن، هيبدا يظهرها لي في تبويب لو كونفيرت، ظهر لي في التبويب. لو اخترت له مثلا برضو مره تانية، لو انا قلت له اوبن واقول له الصور، برضو لو اخترت له مثلا اختار له صوره واقول له اوبن، اقول له كونفيرت، طبعا زي ما احنا شايفين كده ان هو انا ضفت صوره جديده، فلو وقفت على اقدر اتحرك او اتنقل من الصوره التانية من حسب اللي هو الايمج ويندوز اللي هو نافذه الصور. بتنقل من الصوره الثانيه، اضغط عليها بيظهر لي زي ما احنا شايفين قدامنا كده، بيظهر لي الصوره اللي انا بحددها. لو انا عايز بقى اضيف بعض التحديدات، او ممكن مثلا استخدم بعض الادوات، وليكن استخدم الاداه دي مثلا، اضغط واسحب على الجزئيه اللي انا مثلا عايزها واحددها بالشكل ده. لو عايز طبعا ممكن مثلا اخليها بلون معين، اضغط على الالوان كده واضغط على وليكن اللون الاخضر، اقول له اوكي. لو انا مستخدم مثلا اللي هو الجزئيه دي كده، اقول له اوكي واختار اللون الاخضر. زي ما شفنا كده ان انا بلون الجزئيه اللي هي اللي انا واقف عليها اللي انا محددها، بس زي ما قدامنا كده. طبعا دي بالنسبه اللي هي جزئيه الخاصه بالادوات، ده مثال بس، وان شاء الله هناخد نشرح بعض الادوات فيما بعد في الدروس اللي جايه ان شاء الله. ندرس كل نتعرف على الاداه ووظيفتها واستخدامها. بعد كده عندي مثلا لو انا عايز انقل الصوره طبعا من اداه التحريك اللي هي موف تولز، اداه التحريك بالشكل ده، ممكن مثلا الضغط مع السحب زي ما احنا شايفين كده بحركها زي ما انا عايز في المكان اللي انا عايز احددها فيه، طبعا في مساحه الرسمه. وده بالنسبه بعض الجزئيات اللي احنا بنتكلم عنها. برضو لو انا عندي الطبقات زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هلاقي ان الصوره ظهرت قدامي بالشكل ده. لو انا وقفت على الباص اللي هو الاسر مثلا، اللي عندي شانلز اللي هي القنوات، طبعا هنا بيظهر لي الالوان الخاصه بالصوره. طبعا احنا عارفين ان كل اي صوره بتتكون من اللي هم الثلاث الوان اللي هو ريد وجرين وبلو اللي هو احمر واخضر وازرق. لو ضغطت على رمز العين اللي هي موجوده قدامي دي كده، فهو كده لغالي اللون الاحمر من الصور. لو ضغطت على العين الثانيه اللي هي رمز العين الثانيه اللي موجوده قدام جرين، هيلغي لي اللون الاخضر، فبكده ما قداميش الا اللون الازرق. لو هرجع اللون مثلا، اضغط مره ثانيه عليها، على علامه مره ثانيه اللي انا ضغطت عليها، طيب تعال نشيل اللون الازرق، اصبح دلوقتي اللي موجود لون احمر ولون اخضر، فبيديني اللون ده، يعني احس انه اصفر شويه. لو شلت الجرين هيديني بقى لون احمر، لان هو الوحيد اللي موجود معايا. طبعا لو شلنا الالوان كلها هيبقى لون اسود، الصوره ما تبقاش طبعا ظاهره معايا. ارجع الالوان مره ثانيه، ان انا بضغط على علامه اللي هو رمز العين اللي موجود قدام كل لون مره ثانيه. ده بالنسبه للشانلز. بالنسبة للي هي اللييرز، بيظهر لي الصورة اللي موجودة عندي، وطبعا بعض الجزئيات اللي ببقى ضايفها. طبعا برضو لو ضغطت عليها برضو نفس ما شرحنا. طبعا
زي ما قلنا ان انا عندي مثلا طبعا ادوات التحديد والمكونات دي كلها، لو ضغطنا على ويندوز مثلا وضغطنا ولقينا دوكبل دايالوجز هلاقي برضو بعض التبوبات اللي هي موجوده مثلا زي ليرز والشانلز والباس اللي هي المسارات والقنوات والطبقات، وطبعا المكونات الثانيه البراشز وعند الباترن والجرادنت، كل المكونات اللي هي موجوده عندي في السهم اللي احنا قلنا كونفيجر ذس تاب هلاقي برضو موجوده هنا. ده لو انا عايز اظهرها لو كانت طبعا مغلقه تم اغلاقها، لو انا عايز اظهرها بضغط على اللي هي ويندوز وديكابول دايلوجز واختار منها اللي العنصر او التبويب اللي انا عايز اظهره مره تانية. لو بصينا في كل طبعا قائمه هلاقي فيها مجموعه من الاوامر زي التولز الفلتر، التولز طبعا فيها سيليكشن تولز، فيها ادوات التحديد اللي انا يعني ممكن من خلال احدد اداه التحديد ان انا استخدمها من خلال صندوق ادوات التول بوكس، وممكن كمان من قائمه تولز واختار سيليكشن تولز اللي هو اداه التحديد واختار الاداه اللي انا عايزها طبعا وابدا استخدمها عندي على المساء اللي هو الويندوز الامج ويندوز اللي هي نافذه الصور زي ما قدامنا ظاهره كده بالشكل اللي قدامنا ده. طبعا عندي مثلا قائمه ايمج، قائمه ليرز اللي هي الطبقات، كل قائمه من دي ان شاء الله هناخد الاوامر اللي فيها في الدروس القادمه ان شاء الله. وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.